السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من موقع تريكات في الدرس التاسع في دورة تصميم قوالب الوورد بريس. في المرة السابقة تكلمنا عن إعداد صفحة سينجل لود بي اتش بي المسؤول عن ظهور التدوينة بشكل منفرد، وتكلمنا عن إضافة صفحة الكومنتس لود بي اتش بي المسؤول عن ظهور التعليقات أسفل، اللي هو أسفل التدوينة أسفل محتوى التدوينة. إن شاء الله في درسنا هنتكلم عن صفحة اسمها page.php. الصفحة دي مسؤولة عن ظهور صفحة الصفحات بتاعتي، يعني مثلا عندي صفحة اتصل بنا، عن الموقع، من نحن. مثلا لو فتحنا أي صفحة في دول هنلاقي الصفحة بتظهر لنا بالشكل ده مفيهاش أي محتوى. هنمسح صفحة page.php مؤقتا، يعني مثلا لو نفترض تصميم القالب اللي انا عامله ما فيهوش صفحة page.php، الوورد بريس تلقائيا هيجيب معلومات الصفحة دي من صفحة index.php. لو لاحظنا ظهر لنا هنا المحتوى بتاع الصفحة من خلال صفحة index.php بدون ظهور تعليقات او اي شيء. لكن طبعا احنا بنعمل تصميم خاص لصفحة page.php لان في معلومات ممكن ما نحتاجهاش بنعمل لها، يعني مثلا كاتب الموضوع مش هنحتاجه لان الصفحات دي تلقائيا بتتم بواسطة الادارة. التصنيفات يعني ملهاش تصنيفات لان دي صفحات، يعني بندي لها التصميم اللي احنا عايزينه، وممكن نبقى مش عايزين تصميم الصفحات يبقى بنفس تصميم الموقع بقية التدوينات، يعني يبقى تصميمها مختلف عن التدوينات وكده. اول حاجة هنعمل الصفحة تاني اللي هي page.php. وهنعدل عليها من خلال دريم ويفر. محتوى page.php هنجيبه من صفحة single.php، يعني هنجيب صفحة single.php كنترول وإيه نحددها كلها، ثم كنترول وسي اللي هو او كوبي، وهنا نعمل بيست او كنترول وفي. هنقفل صفحة السنجل لأنها مش هنحتاجها. هنعمل هنا حفظ لصفحة page.php ونعمل هنا ريفريش. هنلاحظ ان صفحة page.php بقت نفس صفحة سنجل في الشكل بتاعها، يعني مثلا ما نحن ما عادش عليها رابط. طبعا في حاجات مش هنحتاجها في اللي هو في الصفحات كاتب الموضوع والتصنيف هنشيلهم، اللي هو اسمها ميتا رايت، هنشيل الجزء ده كله ونعمل هنا ريفريش. ظهر لنا بالشكل ده. وبرضو الميتا ليفت مش محتاجينها، نسيبها ديف عادية اللي هو كمحتوى، هتظهر لي بالشكل ده. طيب انا عايز مثلا اصغر حجم البوكس اللي عندي اللي فيه البوست ميتا، هديله كلاس مختلف عن باقي التدوينات او باقي الصفحات، هسميه بوست ميتا 2. وافتح ملف الستايل دوت سي اس اس بتاعي وابحث عن البوست ميتا. هنا البوست ميتا هاخد نفس خصائص البوست ميتا كوبي واعملها بيست، لكن التانية هسميها بوست ميتا 2 اللي هي المسؤولة عن ظهور الصفحات. طبعا ممكن تسميها اي اسم انت عايزه، ده مجرد مثال بس. هنعمل هنا الفريش، مفيش اي تغيير عندنا. هنغير هنا مثلا في الويتس بتاعها، نعمله مثلا 50%، او ممكن نعمله بالبيكسل. لو لاحظنا ظهر لنا بالشكل ده. ممكن برضو نصغره شوية نعمله 30%. طبعا كده صغير اوي، نعمله 40%. بالشكل ده. النص مثلا عايزينه في النص، هنعمل له تكست الاين سنتر. بقى بالشكل ده. البوردر ريدياس ممكن نشيلها طبعا حسب ما انت تفضل. بقت بالشكل ده، نصغرها شوية نعملها مثلا 35. كده كويس. طبعا حسب الشكل اللي انت عايزه مفيش اي مشاكل.
برضو عندنا جزء اللي هو الجزء المسؤول عن ظهور الصورة البارزة. اعتقد مش هنحتاج لصورة بارزة في الصفحات، طبعا انت ممكن تسيبها حسب ما انت تفضل، ولكن يعني ما فضلش اللي يبقى فيه صورة بارزة في الصفحات. انت ممكن تضيف الصورة بشكل يدوي من خلال المحرر بتاع الوورد بريس، هنشيل الصورة عشان نلاحظ اي تغيير لان اصلا ما عندناش صورة. طيب في نقطة برضو عندنا الخط بتاع ديت مسجل دخولك بكذا، شكلها مش كويس، ممكن نغير خطها، نجيب الكومنت اللي هو هنجيب الكلاس او اللي هو مسؤول عن الجزء ده من خلال الفاير باج. هنقف هنا ونضغط المسؤول عنها اللي هو كومنت فورم اي دي، اسمه كومنت فورم اللي هو بي كومنت فورم. هنيجي هنا على الكومنت كومنت فورم، هنا في كومنت فورم، هنا في كومنت فورم بي، هنغير الخط بتاعه، نعمله مثلا الفونت نعمله 9 بي تي تهومة، ونعمل ريفريش. ظهر لنا بالشكل ده، ممكن نعمله 10 مثلا، طبعا حسب ما انت شايف. اعتقد كده بقى كويس. طيب في نقطة كمان، انا مثلا عامل صفحة عن الموقع مش عايز حد يعلق عليها، ممكن اغلق التعليقات من خلال مثلا احنا الصفحة اللي عندنا اسمها من نحن. هنيجي على صفحة من نحن، تحرير سريع، هنلاقي معمول هنا السماح بالتعليقات، هنشيلها ونعمل تحديث. هنلاحظ لو عملنا ريفريش هنلاحظ ظهر لي كلمة التعليقات مغلقة لكن شكلها مش لطيف. هنجيب الكلاس بتاعها، الكلاس بتاعها اسمه نو كومنتس اللي هو ده، هنجيبه برضو من خلال ستايل. لو لاحظنا هنا في نو كومنتس وتكست الاين سنتر، انا مش محتاج التكست الاين، اضيف لها انا الخصائص اللي انا محتاجها. اضيف لها مثلا الفونت بتاعها يبقى بولد 12 بي تي اريال. ظهرت لي بالشكل ده. عندي برضو ممكن اعمل لها باك جراوند كولر، لكن هي تظهر على المكان كله، فطبعا حسب ما انت تفضل. يعني لو لاحظنا هي ظهرت على المكان كله مش عليها بس، فطبعا مش هنضيف باك جراوند كولر. اعتقد كده كويسة وتفي بالغرض. بس لو لاحظنا في هنا مسافة كبيرة، احنا ممكن نعالجها من خلال نعمل المارجن توب بتاع الجزء ده، نعمله بالسالب، سالب مثلا 30 بكسل. هنلاحظ اللي هو بقى مرتفع معانا كده، ممكن نعمله سالب 40 بكسل بالشكل ده. اعتقد كده كويس. عندنا برضو جزء التعليقات ده في نقطة مهمة جدا، احنا بنضيفه للاي دي بتاع بوست، يعني ما بنضيفوش للكلاس بوست. يعني لو جينا هنا في، لو لاحظنا اند بوستز اللي هو اي دي بوستز، لو خدنا جزء الكومنتس بتاعتنا وضفناه تحته هيحصل عندنا مشاكل في الصفحة، فدي لازم ناخد بالنا من النقطة ديت واحنا بنضيفه، سواء لصفحة لو لاحظنا ظهر لي ما ظهرش خالص او ظهر فوق هنا فهو عمل مشاكل، فاحنا لازم نضيفه قبل جزء الاند بوستز زي ما هو هنا كده، سواء في صفحة بيج، صفحة سينجل، في اي صفحة بنحتاج فيها التعليقات. عندنا في هنا جزء زيادة تقريبا نسينا نحذفه، اكيد برضو الجزء ده موجود في صفحة السينجل والاندكس، يعني نحذفه برضو منهم اللي هو الجزء الزيادة ده. صفحة السنجل برضو هو تقريبا اننا كنا مكررين التدوينات فحذفنا المحتوى ونسينا نحذف الكلاسات بتاعتي كده تمام، لكن تدخلت شوية لان حذفت ديف كان موجود فظبط القيمة بتاعتها. احنا عملناها مثلا
اللي هو اسمها نو كومنتس. عملت المارجن توب 40، هعمله 30. هيتظبط معايا بالشكل ده. كده أكون انتهيت من تصميم صفحة البيج دوت بي اتش بي. لو صفحة تانية هيظهر فيها التعليقات كده بدون أي مشاكل. كده نكون خلصنا درسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.